من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا نقدم لكم ساعة من القاهرة. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم معنا في هذه الجولة المتنوعة وعلى مدار ساعة كاملة. من مصر المحروسة نبعث إليكم بأرق وأجمل الأمنيات، ونتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذه الساعة مع كل ما نقدمه لكم من فقرات ولقاءات وأغنيات. أهلا بكم أصدقائنا المستمعين في كل أنحاء العالم خلال هذه الساعة التي نقدمها من مصر المحروسة. نتمنى فقرتنا النهاردة تنال إعجابكم، ونحب نروح في البداية إن إحنا هنكون معاكم كل يوم اثنين وخميس من الساعة الخامسة للساعة السادسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذه الفقرة الإخبارية التي نقدمها لكم من القاهرة، يقرأها عليكم محمد عمر وفرح الأعصر. منظمة الصحة العالمية تحدد 3 دول تمثل بؤر كورونا بإفريقيا. وقالت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس إن إفريقيا ستشهد زيادة مطردة في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 إلى أن يتم التوصل إلى لقاح، وإن هناك حاجة إلى فرض إجراءات قوية تتعلق بالصحة العامة في بؤر الانتشار الحالية مثل جنوب إفريقيا والجزائر والكاميرون. الاتحاد الأوروبي يقترح فتح حدوده الداخلية اعتبارا من 15 يونيو الجاري. وأعلن الاتحاد الأوروبي اقتراح فتح الحدود بين دوله تدريجيا بداية من مطلع الشهر المقبل، وذلك بعد إغلاقها لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. كما أظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي أن طلبات اللجوء لدول الاتحاد انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 10 سنوات في إبريل مع إغلاق الحدود لمنع تفشي فيروس كورونا. الولايات المتحدة تكسر حاجز 2 مليون في الإصابة بكورونا، وزادت إصابات كورونا قليلا في الولايات المتحدة بعد 5 أسابيع من التراجع، وتجاوزت الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 112,000. بيلوسي: أذيل هذه التماثيل، إنها تمجد الكراهية. فقد دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أمس الأربعاء إلى إزالة 11 تمثالا لعسكريين ومسؤولين يرمزون للحقبة الكونفدرالية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة العنصرية على خلفية قضية جورج فلويد. حطموا تمثال مكتشف أمريكا ثم حرقوه وألقوا به في بحيرة. وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي قيام متظاهرين مناهضين للعنصرية في ولاية فيرجينيا الأمريكية بإسقاط تمثال كريستوفر كولومبوس ليلة الثلاثاء في حديقة بيرد بريتش موند، ثم لفه في علم محترق وإلقائه في بحيرة. كمين يستهدف الشرطة ببريطانيا. تعرض عنصران من الشرطة البريطانية لهجوم مروع وثقته الكاميرات، شنه عليهما مجموعة من الشباب. فقد استجاب شرطي وشرطية شرقي العاصمة البريطانية لندن لما اعتقد أنه استغاثة من شخص يتعرض لاعتداء، ليتضح أنه كمين نصبه لهما مجموعة من الشباب، وتم اعتقال رجلين للاشتباه بضلوعهما في الاعتداء الذي أسفر عن إصابة الشرطيين بجروح طفيفة. لأول مرة من 3 أسابيع لا إصابات جديدة بكورونا في تايلاند، حيث أعلنت تايلاند الخميس عدم تسجيل إصابات أو وفيات بفيروس كورونا، ليستقر بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة عند 3125، ويظل عدد الوفيات 58. وهذه هي المرة الأولى في نحو 3 أسابيع التي لم يجري فيها الإبلاغ عن حالات جديدة، واليوم 17 دون انتقال محلي للفيروس. أطباء بلا حدود: كورونا بدأ ينتشر على نطاق واسع في اليمن. قالت منظمة أطباء بلا حدود اليوم الخميس أن فيروس كورونا المستجد بدأ ينتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء اليمن. وأضافت المنظمة في تقرير صحفي: امتلأت معظم الوقت طوال الأسابيع الأربعة الماضية وحدة العناية المركزة في صنعاء، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 15 سريرا، وكان معدل الوفيات مرتفعا. طيران الإمارات تعلن تسيير 4 رحلات من دبي إلى القاهرة.
أعلنت شركة طيران الإمارات اليوم الخميس تسيير 4 رحلات من دبي إلى القاهرة خلال شهر يونيو الجاري. وقالت الشركة في تغريدة على موقع تويتر إن الرحلات الأربع ستنظم أيام 14 و18 و19 و21 يونيو. 479 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات. وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم إجراء أكثر من 45 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وأسهم ذلك في الكشف عن 479 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 40,986 حالة. البيت الأبيض: ترامب ناقش مع الرئيس السيسي سبل وقف إطلاق النار في ليبيا. حيث أعلن البيت الأبيض أمس الأربعاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش مع الرئيس السيسي سبل استئناف محادثات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في ليبيا. وأضاف البيان أن ترامب بحث مع الرئيس المصري سبل رحيل كل القوات الأجنبية عن ليبيا. وزير الإسكان المصري يعزل نفسه بعد مخالطة مصاب بكورونا. فقد قرر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر تطبيق العزل المنزلي على نفسه لمدة 14 يوما لمخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد. مصر تعلن استمرار حظر التجول وعودة حركة الطيران الداخلي. فقد أعلنت مصر الخميس مجموعة من القرارات الجديدة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، وتقرر استمرار حظر حركة المواطنين من الساعة 8 مساء حتى الساعة 4 صباحا اعتبارا من الأحد المقبل حتى 30 يونيو الجاري. كما تقرر أن تبدأ حركة السياحة الوافدة والطيران إلى المحافظات السياحية الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد اعتبارا من الأول من يوليو المقبل. كما تقرر وقف حركة جميع وسائل النقل العام من 8 مساء يوميا، ومد عمل المحال والمراكز التجارية لمدة ساعة لينتهي العمل بها في الساعة 6 مساء بدلا من 5 طوال نفس الفترة، مع استمرار غلق المتنزهات العامة والشواطئ العامة حتى نهاية يونيو. العراق إعادة بناء تمثال الشاعر أبو تمام. فقد أعادت السلطات العراقية بناء تمثال الشاعر العباسي أبي تمام في مدينة البصرة، وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة إلى إعادة ترميم وبناء الآثار الإنسانية التي دمرها تنظيم داعش الإرهابي. مادونا تناشد الجميع للمشاركة في المظاهرات وتؤكد سأتواجد أسبوعيا. حيث نشرت مادونا عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام صورة من خلال تظاهرات الأمس الأربعاء التي شاركت فيها، وظهر إلى جانبها 2 من المتظاهرين، وأكدت أنها لن تكتفي بمشاركتها السابقة وإنما ستحرض على المشاركة كل أربعاء في حملة Black Lives Matter. ونختتم هذه الفقرة الإخبارية بهذا الخبر الرياضي. تستأنف مساء اليوم الخميس مباريات الموسم الحالي من الدوري الإسباني الليجا، والتي ستكون بدون حضور جماهيري بلقاء ديربي الأندلس الذي سيجمع فريق إشبيلية مع جاره ريال بيتيس، بعد غياب طويل دام أكثر من 3 أشهر، وبالتحديد منذ أزمة تفشي كورونا المستجد. وبهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرتنا الإخبارية اليوم. قرأها عليكم محمد عمر وفرح العاصر. من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا، ساعة من القاهرة. والآن مستمعينا الكرام، حان موعدنا مع الفقرة الدينية، ويدور الحديث اليوم حول الصبر على البلاء والرضا بالقضاء، وما أحوجنا هذه الأيام ونحن نعيش ظروفا عصيبة ونعاني من وباء الكورونا الذي حل بالعالم، وأن نرفع أيادينا بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء، وأن يرحمنا ويرحم ضعفنا، وأن يكشف عنا الضر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصبر على البلاء والرضا بالقضاء، وأن يرفع عنا وعنكم وعن العالم أجمع الوباء والبلاء والأسقام.
والآن نستمع إلى هذا الحديث من فضيلة الشيخ أبو المعارف أحمد أبو المعارف من علماء وزارة الأوقاف المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإن من السنن الكونية وقوع البلاء على المخلوقين اختبارا لهم وتمحيصا لذنوبهم وتمييزا بين الصادق والكاذب منهم. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال أيضا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال أيضا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وضح لنا أن أكمل الناس إيمانا أشدهم ابتلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد به البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وإن للابتلاء فوائد كثيرة، فليس المرض والابتلاء سبة ولا عيب، فإن من أهم فوائد الابتلاء تكفير الذنوب ومحو السيئات ورفع الدرجة والمنزلة في الآخرة، وشعور العبد بتفريطه في حق الله عز وجل واتهامه لنفسه ولومها، وبالتالي فإنه يرجع ويتوب إلى الله عز وجل ويخضع لله سبحانه وتعالى ويقف بين يديه في ذلة وانكسار. وأيضا إن الابتلاء يقوي صلة العبد بربه، وأيضا فإنك بهذا الابتلاء تتذكر أهل الشقاء والمحرومين وتحس بآلامهم وأوجاعهم، فيقوى عندك الإيمان بقضاء الله وقدره واليقين بأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، وتذكر أن المآل إلى الله سبحانه وتعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون. والناس حين نزول البلاء على ثلاثة أقسام: فالأول محروم من الخير، يقابل البلاء بالسخط والجزع وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى واتهام القدر. والثاني هو الموفق الذي يقابل البلاء بالصبر وحسن الظن بالله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهؤلاء يخرجون من القبور إلى القصور، تسألهم الملائكة: هل جستم على صراط؟ هل رأيتم حساب؟ هل نصب لكم ميزان؟ يقولون: لا والله ما فعلنا ذلك. قالوا: كيف وصلتم إلى هنا؟ قالوا: بخصلتين، كنا نرضى بقضاء الله، وكنا إذا خلونا نستحي أن نعصي الله. والمؤمن كل أمره خير، فهو في نعمة وعافية في جميع أحواله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له. ولذلك فلا بد لنا من الصبر عند البلاء والابتلاء، وما أحوجنا أن نتحلى بفضيلة الصبر في هذه الأيام التي يعني يعمنا فيها الوباء والابتلاء من الله عز وجل بهذا الفيروس الذي أصاب الإنسانية. نسأل الله عز وجل أن يشفينا ويعافينا من هذه الأمراض ومن هذه الابتلاءات ومن الأوبئة والأمراض. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا، ساعة من القاهرة. مهما مرت السنين، في أعمال درامية بنحبها ونستناها وبنسلمها جيل ورا جيل، ليها أثر على مر السنين، اللي بتحكي تاريخ كبير على مر العصور، زي بوابة الحلواني وأم كلثوم
سليمان الحلبي وعنترة، أو نشوف فيلم حليم وناصر 56 ونسأل نفسنا يا ترى من الكاتب الكبير اللي كتب كل الروائع دي وفضلت معلمة على مر السنين. زي النهاردة بنحتفل بذكرى ميلاد الكاتب المبدع محفوظ عبد الرحمن، وهو مواليد 11 يونيو سنة 1941، كاتب وباحث ومؤلف مصري، كتب للإذاعة والتلفزيون والسينما، وهو ابن قرية قفر العيس بمركز كوم حمادة محافظة البحيرة، خريج جامعة القاهرة دفعة سنة 1960. اشتغل في عدة أماكن صحفية بعد تخرجه، وكتب القصة القصيرة والنقد الأدبي والمقالة في مجلات الأدب، الثقافة الوطنية، الهدف، الشهرة، المساء، الكاتب، الرسالة الجديدة، الجمهورية، وبعد كده في الأهرام والبيان الإماراتية، الهلال، كاريكاتير، العربي والأهالي. واستقال سنة 1963 عشان يشتغل في وزارة الثقافة، وفي بدايتها اشتغل في دار الوثائق التاريخية، وبعدين شارك كسكرتير تحرير في إصدار 3 مجلات متوالية زي مجلة السينما، مجلة المسرح والسينما، مجلة الفنون. كان لي المجموعة القصصية الأولى البحث عن المجهول سنة 1967، والتانية 4 فصول شتاء سنة 1984، وروايته الأولى هي اليوم الثامن سنة 1972 بمجلة الإذاعة والتلفزيون، ونداء المعصومة، ودي نشرت سنة 2000 بجريدة الجمهورية. كمان كتب سهرة للتلفزيون زي ليس غدا عام 1966، وأول مسلسل تلفزيوني قدمه كاتبنا الكبير هو العودة إلى المنفى عن قصة أبو المعاطي أبو النجا سنة 1971. ومن سنة 1974 ل 1978 اشتغل في تلفزيون الكويت وقدم بعض الأعمال القيمة، واستقال سنة 1982 من وزارة الثقافة وتفرغ للكتابة. ومن أشهر أعماله اللي اتعملت مسلسلات تلفزيونية ساق البامبو سنة 2016، أهل الهوى سنة 2013، أم كلثوم سنة 1999، بوابة الحلواني من الجزء الأول للجزء الرابع سنة 1992 و94 97 و2001. كمان كتب للسينما فيلم حليم 2006، وكوكب الشرق سنة 1999، وناصر 56 سنة 1996، القادسية سنة 1981، والشبكة كتب لها قصة سيناريو وحوار. ومن مسرحياته عريس لبنت السلطان سنة 1986، السندباد البحري سنة 1978، أحذروا 1988، الحامي والحرامي سنة 1988، محاكمة السيد ميم سنة 2002، بلقيس سنة 2011. كمان كان في إزيس مسلسل إذاعي 2010، الرجل الذي رحل سنة 1977 سهرة تلفزيونية، ذات يوم ذات شهر ذات سنة سهرة تلفزيونية، وحصل على العديد من الجوائز التشجيعية من الدولة سنة 1972، حاز على جائزة الدولة التشجيعية، وأخذ أحسن مؤلف مسرحي سنة 1983 من الثقافة الجماهيرية، والجائزة الذهبية من مهرجان الإذاعة والتلفزيون عن مسلسل أم كلثوم، جائزة الدولة التقديرية في الفنون سنة 2002، جائزة العقد لأفضل مبدع خلال 10 سنوات من مهرجان الإذاعة والتلفزيون، وكمان كتب للمسرح الكويتي، ومن أشهر ما كتب مسرحية حفلة على الخازوق وعريس لبنت السلطان. أما عن حياة كاتبنا الشخصية، كان متزوج من الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، وانتهت رحلة كاتبنا وتوفي سنة 2017 يوم 19 أغسطس بعد صراع كبير مع المرض عن عمر 76 سنة. وبكده نبقى وصلنا لنهاية رحلتنا مع الكاتب المبدع محفوظ عبد الرحمن، اللي أمتعنا بكل كتاباته الإبداعية اللي تحولت بعد كده إلى أعمال درامية. شيرين سليمان، برنامج ساعة من القاهرة من إذاعة صوت العرب بأمريكا. من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا، ساعة من القاهرة. أهلا بكم معنا أصدقائي المستمعين في هذه الفقرة الفنية العربية الغنائية، حيث نتحدث اليوم عن فنان العرب محمد عبده،
والذي يعتبر من أشهر الفنانين العرب على مستوى الوطن العربي، والذي تحل ذكرى ميلاده 71 غدا الجمعة 12 يونيو، حيث ولد الفنان محمد عبده في 12 من يونيو من عام 1949 في منطقة جازان جنوب السعودية. بلغ المطرب السعودي الكبير محمد عبده أعلى مراتب المجد بعد أن سار في رحلة فنية تزيد على نصف قرن من الزمان، ولذلك فهو يستحق عن جدارة لقب فنان العرب الذي أطلقه عليه الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة بعد أن أقام حفلة في تونس في ثمانينات القرن الماضي. يعد الفنان محمد عبده أحد أبرز الفنانين الذين ساهموا في نشر الأغنية الخليجية في جميع أنحاء العالم العربي، وهو مطور الأغنية السعودية بجانب الأمير الشاعر خالد الفيصل والأمير الشاعر بدر ابن عبد المحسن، حتى صار حالة فنية مبدعة في العصر الحديث، فقد قدم العشرات من الأغاني التي أثرت في الوجدان العربي بكلمات وألحان تحمل الكثير من المشاعر والأحاسيس الصادقة، حتى إن صوته يعيش معك اللحظة التي تشعر بها موافقا لمشاعرك. إن كنت سعيدا شاركك السعادة، وإن كنت حزينا يواسيك ويخفف عنك حزنك وآلامك. محمد عبده في صوته عذوبة وشجن، وألحانه كأنها نسمات الربيع التي تخالج صدرك وتحلق به في سماء الحب والأشواق ودفء المشاعر، يدمك بحنين يرتوي من انسياب كلمات قصائد كتبت بإحساس يحكي قصص آلام العشاق المغرمين، وكأنه يهديها لهم على اختلاف أعمارهم وأذواقهم. ليبقى محمد عبده كوكبا وحده نسافر إليه لنستعيد ذكرياتنا ونلامس أرواحنا. بدأ فنان العرب رحلته الفنية منذ وقت مبكر جدا مع بداية الستينات، وتحديدا عام 1961، وكان وقتها طالب في المعهد الصناعي بجدة، وكان قد اتجه إلى إيطاليا باحثا عن صناعة السفن في بعثة سعودية، وتحول المسار من السفن إلى الفن، حيث تم اكتشافه حين كان يغني عبر الإذاعة في برنامج بابا عباس. أول أغنية قدمها الفنان محمد عبده كانت خصمت عيني من سنين، لتكون أغنيته الخاصة بعدما غنى الكثير من أغاني الآخرين، ومن هنا بدأت شهرته محمد عبده الواسعة، لينطلق منها إلى أغنية من تلحينه أيضا على العود دون إيقاع، وهي أغنية خلاص ضاعت أمانينا. ومن الأغاني التي تميز بها الفنان محمد عبده عام 1967 وعام 1968 كانت الربش الطويل ولنا الله، والتي انتشرت لأداء محمد عبده المميز والتلحين القوي. ولم تبدأ فترة السبعينات إلا ومحمد عبده ينهي بكل نجاح المرحلة الأولى في تاريخ الأغنية السعودية الحديثة المرتبطة بمحمد عبده لقيامه بتطوير الفن السعودي. لقب الفنان محمد عبده بمطرب الجزيرة العربية، حيث أضاف حينها إيقاعاته الرائعة إلى قصائد الشاعر الأمير خالد الفيصل ليشكل أغاني مميزة، منها يا صاح، أيوة، سافر وترجع. ومن أغنياته الشهيرة أغنية إبعاد، هذه الأغنية المميزة التي انتشرت بشكل عالمي لتترجم مع ألحانها إلى الإيرانية والهندية واليونانية وغيرها الكثير من الدول الأوروبية، مثبتا نجاح المطرب الكبير وقدرته على الأداء والتميز العالمي. ومن الأغاني التي تميز بها الفنان محمد عبده مرت سنة، كما غنى محمد عبده أغنية بعنوان الرسائل، وكان أداؤه لها تجربة لأداء الأغنية الطويلة، وقدمها على مسارح القاهرة والرياض عام 1974 ليثبت مرة أخرى موهبته وقدرته الغنائية المميزة. قدم الفنان محمد عبده عدة ألبومات من أبرزها أنشودة المطر، وين أحب الليلة، دعاني الشوق، مجموعة إنسان، بنت النور، مذهلة، الأماكن، عيون الليل، الربش الطويل، لنا الله،
وغيرهم الكثير. بشكركم جدا، والحلقة الجاية أكون معاكم إن شاء الله في فقرة جديدة من فقرات ساعة من القاهرة. أرق تحياتي أرسلها لكم من القاهرة رنا عصام. من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا، ساعة من القاهرة. أهلا بكم أعزائي المستمعين. الفنانة هالة فاخر من روايح الزمن الجميل، من مواليد 8 يونيو، ولدت في مدينة الأسكندرية سنة 1946 لعائلة فنية، فهي ابنة الفنان الكبير فاخر فاخر. نشأتها في بيئة فنية بحتة أهلتها للعمل في المجال الفني. بدأت مسيرتها الفنية وهي في عمر 10 سنوات، واختارها المخرج حسن الإمام للتمثيل، وهو يعتبر الراعي الرسمي لها، من خلال فيلم لن أبكي أبدا. مثلت الفنانة هالة فاخر أكثر من 300 عمل متنوع بين السينما والتلفزيون والمسرح، وفي خلال مشوارها الطويل استطاعت تكوين رصيد كبير من الأعمال المتميزة، وشكلت قاعدة جماهيرية كبيرة من الجمهور. الفنانة هالة فاخر ما نسيتش الأطفال في مشوارها الفني، وقدمت عمل من أهم الأعمال الموجهة للأطفال، مسلسل بوجي وطمطم للمخرج الرائع رحمي في تمانينات القرن العشرين. الغريب إن المسلسل محفور في قلوب الكبار قبل الصغيرين، وعايش معانا للوقت الحالي. ومن الأعمال السينمائية للفنانة هالة فاخر فيلم امرأة على الهامش، وأغنية على الممر، وبين القصرين، والجواز للجدعان، وأيظنه، والزمهلوية، وتيمور وشفيقة، وغيرها من الأفلام الجميلة. أما عن المسرح فمثلت وجع الدماغ، وبلو بلو، وربنا يخلي جمعة، ومطلوب على وجه السرعة، وغيرها. تعتبر الفنانة هالة فاخر من الوجوه المميزة في الدراما التلفزيونية، فقدمت العديد من المسلسلات زي خرم إبرة، والوتد، والعطار والسبع بنات، وموجة حارة، وابن حلال، وعلي ويكا، وأبناء ولكن، وشرف فتح الباب، وسكر زيادة، وغيرها كتير من المسلسلات المهمة اللي كلنا بنحبها. بنتمنى للفنانة الجميلة دوام الصحة، ومنتظرين دايما أعمالها المتميزة. كل سنة والفنانة الكبيرة هالة فاخر بألف خير. كانت معكم دعاء حسن. من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا، ساعة من القاهرة. أهلا بكم مستمعينا في فقرة شخصيات صنع التاريخ، واليوم سأحدثكم عن مؤسس مصر الحديثة وأول حكامها، وهو محمد علي باشا. ولد محمد علي في مدينة قولة شمال اليونان عام 1769، وعاش يتيم الأب، فقد توفي والده وهو في سن صغيرة، ثم أصبح يتيم الأب والأم بعد وفاة والدته وهو في عمر 14، فكفله حاكم قولة الذي كان صديق والده، وقربه منه وزوجه من امرأة جميلة وثرية اسمها أمينة هانم، فأنجب منها أولاده إبراهيم وطسن وإسماعيل، وابنتين هما توحيد هانم ونزل هانم. تسمى سلالة محمد علي باشا بالأسرة العلوية التي حكمت مصر منذ بداية القرن 19 وحتى منتصف القرن 20. أرسل محمد علي باشا كنائب رئيس الكتيبة الألبانية المساندة لجيش السلطان العثماني إلى مصر للاستيلاء عليها وطرد الفرنسيين منها، ثم أصبح قائدا للكتيبة الألبانية، فأظهر التودد لكبار المصريين من العلماء والفقهاء، فكسب ود الشعب المصري. وفي عام 1805 تولى محمد علي حكم مصر، وفي بدايات حكمه
خاض حربا شرسة ضد المماليك والإنجليز، واستطاع أن ينتصر عليهم، ثم خاض حروبا كثيرة نيابة عن الدولة العثمانية، ثم حارب الدولة العثمانية في الشام والأناضول. فقد استطاع بعد حكمه من تهدئة الأوضاع في مصر وكسر محاولات الأتراك والإنجليز الذين حاولوا الإيقاع به وبحكمه، ولكن بدهائه وحنكته استطاع أن يستقر في حكم مصر، وهكذا حكم مصر بعقله قبل سيفه، واستطاع أن يجعل مصر قوة كبرى. فشهدت مصر في عهده فترة ازدهار وقوة في كل المجالات. فقد أدرك محمد علي باشا بعد استلامه حكم مصر أهمية مصر الاقتصادية وكثرة الموارد المصرية المتاحة، فأصدر عام 1812 نظام الاحتكار الذي طبقه على التجارة الداخلية ثم على التجارة الخارجية. ومما ساعد على نجاح نظام الاحتكار هو مرور بعض دول المتوسط بقحط شديد في بدايات حكم محمد علي، فأصبحت رغبة هذه الدول في استيراد القمح المصري كبيرة جدا، فاغتنم محمد علي هذه الفرصة وأنعش خزينة الدولة المصرية بإبرامه عدة صفقات مع هذه الدول. أما من حيث الصناعة فقد بنى محمد علي مصانع الغزل والنسيج، واهتم ببناء الموانئ ومصانع السفن الحربية والتجارية، وبنى مصانع للصوف والأقمشة والحديد والنحاس، كما أنشأ معامل خاصة لإنتاج السكر والصابون والشمع والزيوت، فجعل من مصر دولة صناعية متقدمة في تلك الفترة، حتى حققت الاكتفاء الذاتي الذي كان يسعى له محمد علي باشا. وأيضا اهتم بالجانب العسكري للدولة، فنظم الجيش المصري وجند الفلاحين من المناطق النائية للخدمة في الجيش، وجعل ولايته أكثر أمانا. ولم يهمل محمد علي مجال التعليم، إذ أنه حرص على تحديثه ووضع أنظمة متطورة للنهوض به، وكان يرسل بعثات من المصريين للتعلم بفرنسا وأوروبا. وفي عهده افتتح مدرسة المهندس خانة ومدرسة الطب ومدرسة الألسن والعديد من المدارس العليا. وفي ختام ما جاء عن محمد علي باشا، جدير بالذكر أنه عاش عمرا طويلا حتى قارب 80 عاما، وفي نهايات حياته أوكل حكم مصر لابنه إبراهيم باشا الذي حكم مصر مدة 6 أشهر. أما محمد علي فقد توفي في قصر رأس التين في مدينة الأسكندرية في 2 أغسطس عام 1849، وقد نقل جثمان محمد علي باشا إلى القاهرة حيث دفن هناك في الجامع الذي بناه بنفسه. وفي الختام نشكركم على حسن استماعكم، كانت معكم أميرة مدحت. في مثل هذا اليوم وبالتحديد في 11 من يونيو لعام 2010، كانت الانطلاقة للنسخة 19 للبطولة الرياضية الأهم على كوكب الأرض، كأس العالم لكرة القدم، والتي نالت شرف إقامتها دولة جنوب إفريقيا. كانت المنافسة شرسة مع مصر والمغرب كي يصبح أحدهم أول بلد إفريقي يستضيف النهائيات، فكان اختيار قارة إفريقيا لتكون مسرحا لكأس العالم هذا العام جزءا من سياسة المبادلة قصيرة الأجل، والتي كانت تقوم على مبادلة ضيافة الحدث بين القارات الخمس. فكانت البطولة ذات طابع خاص لأنها بطولة الفوفوزيلا، وقد شهدت البطولة منذ بدايتها في يوم 11 يونيو بمباراة جنوب أفريقيا ضد المكسيك العديد من الأحداث والنتائج المثيرة والمفاجئة. وبالرغم من ذلك كانت أعجوبة الأخطبوط بولو هي الطاغية على سطح الأحداث، بعدما توقع 8 نتائج من مباريات البطولة بشكل صحيح، 7 منها لألمانيا، والثامنة كانت توقعه فوز أسبانيا بكأس العالم على حساب المنتخب الهولندي. أسطورة كرة القدم ومدرب المنتخب الأرجنتيني دييغو مارادونا كان أحد ظواهر البطولة بشخصيته وسمعته كأسطورة أساطير لاعبي كرة القدم التي فرضت نفسها على البطولة، لكنه كان في النهاية
ضحية رباعيات الألمان التي شملت أيضا المنتخبين الأسترالي والإنجليزي. فخرج راقص التانجو من دور الثمانية برباعية نظيفة أمام الألمان في تلك البطولة، والتي شهدت عدم تسجيل النجم العالمي ليونيل ميسي أي أهداف فيها. المفاجآت مستمرة في تلك النسخة، ومنها فاجعة خروج المنتخبين الفرنسي والإيطالي حامل اللقب. خرج الأول بتعادل وهزيمتين في دور المجموعات بعد تقديم أبشع المستويات، أما الأخير فتذيل المجموعة المتواضعة المكونة من منتخبات الباراغواي وسلوفيكيا ونيوزيلندا، كما خرج المنتخب الجنوب أفريقي من نفس الدور في أضحوكة كأول بلد في التاريخ ينظم البطولة ويخرج من الدور الأول. وفي دور الثمانية كانت المنافسة مشتعلة في لقاء هولندا والبرازيل، حين استطاعت الطواحين الهولندية الإطاحة بالسيليساو بهدفين مقابل هدف، ليصبح أول انتصار لهولندا على الوحش الأصفر منذ مونديال 74. وفي نفس الدور توقف الحلم الأسمر بعدم صعود غانا للمربع الذهبي، بعد أن تعادلت في 90 دقيقة الأساسية أمام أوروغواي بهدف لهدف. وفي الأشواط الإضافية كان أبناء عبيدي بيليه قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الفوز، قبل أن ينقذ النجم لويس سواريز هدفا بيده ليطرد وتحتسب ضربة جزاء للغانيين ولكنها تهدر. لنصل إلى ضربات الحظ والمعاناة والتي أعطت ظهرها للأفارقة من جديد. وفي المربع الذهبي يودع أوروغواي البطولة أمام طواحين هولندا القوية بثلاثة أهداف لهدفين، لتصبح المرة الثالثة في تاريخ هولندا أن تكون طرفا في النهائي. وعلى الجانب الآخر استطاع الأسبان إيقاف الماكينة الألمانية والوصول لنهائي البطولة لأول مرة في التاريخ. المشهد الختامي على ملعب وأرض جوهانسبرغ بين منتخبين لم يسبق لهما تحقيق اللقب، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي و14 بطاقة صفراء في رقم قياسي أيضا. وفي الوقت الإضافي جاء الفرق بأقدام إنيستا لفائدة إسبانيا، لتفشل هولندا في تحقيق اللقب في النهائي الثالث الذي تخوضه. لا تحصد أسبانيا الثنائية بعد حصولها على لقب كأس أمم أوروبا وكأس العالم، قبل أن تصبح ثلاثية بلقب يورو 2012 كأفضل أجيال الإسبانية في التاريخ. كنت أنا معكم أحمد السيد في الفقرة الرياضية. وفي نهاية حلقتنا شكرا لكم مستمعين الأعزاء، نرجو أن نكون قد أسعدناكم خلال هذه الساعة. انتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله وموضوعات جديدة دائما، ولكم تحيات أسرة فريق ساعة من القاهرة على راديو صوت العرب من أمريكا. شارك في هذه الحلقة من أسرة البرنامج محمد عمر، فرح الأعصر، شيرين سليمان، دعاء حسن، رنا عصام، أميرة مدحت، أحمد السيد، ومحمد صبري. مستمعين الأعزاء، وبكده نكون وصلنا بيكم إلى نهاية فقرتنا ورحلتنا النهاردة، وعلى أمل أن يتجدد اللقاء معكم في حلقة قادمة ورحلة جديدة بإذن الله. ومن هنا من قلب القاهرة نرسل لكم بأرق أمنياتنا الطيبة بقضاء أجمل الأوقات، وهذه أرق تحياتي. كان معكم من القاهرة مجدي فكري.